بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. طيب، ثم بعده مسألة عذاب القبر والنعيم فيه. عذاب القبر ونعيمه، وذلك قول المصنف: وعذاب القبر للكافرين ولبعض عساة المؤمنين، والتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده، وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية. من هنا مسائل سمعيات: عذاب القبر، تنعيم أهل الطاعة في القبر، سؤال منكر ونكير، هكذا ثابت بالدلائل السمعية. نعم. عذاب القبر لمن؟ للكافرين جميعا بدون استثناء، على بكرة أبيهم. كذلك ولبعض عساة المؤمنين، عذاب القبر لا يكون لجميع عساة المؤمنين بل لبعض منهم. لماذا؟ الله تعالى لا يعذب الجميع، بل هذا تعذيب عساة المؤمنين مقيد بمشية الله تعالى، وهذا التعذيب في مشية الله تعالى. لذلك قال: ولبعض عساة المؤمنين، خص البعض، لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب. نعم، هكذا ورد في النصوص. نعم. ثم: وتنعيم أهل الطاعة في القبر. هذا أيضا عام، لم يقل تنعيم بعض أهل الطاعة، بل قال تنعيم أهل الطاعة. هذا أيضا عام لجميع المطيعين في القبر. أين هذا كلاهما؟ والعذاب وهذا التنعيم في القبر، هذا التعذيب وكذلك هذا التنعيم بأي شيء؟ بما يعلمه الله تعالى ويريده، يعني نوع العذاب والنعمة وكيفيتهما ومقدارهما وكميتهما، كلها في علم الله سبحانه وتعالى وإرادته. هذا ثابت، يعني كل هذه الأمور ثابتة، هكذا يأتي خبر. وهذا أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه، يعني في عامة كتب العقيدة وقع الاقتصار على إثبات عذاب القبر، لم يتحدث كثير من المصنفين في كتب العقيدة عن تنعيم أهل الطاعة في القبر. فإذا صنيع المصنف هو الأحسن وأولى. لماذا؟ كما ثبت عذاب القبر في الأحاديث، ثبت فيها تنعيم الأنبياء والأولياء والصالحين أيضا في القبر. فإذا هذا التسوية بين مدلولي النوعين من الأحاديث هو الأحسن والأولى. نعم. دون تنعيمه، بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر، كذلك نصوص واردة فيه أكثر. هذا اقتصار. لماذا اقتصروا؟ لأن النصوص الواردة فيه، يعني في عذاب القبر، أكثر، لذلك هم اقتصروا. ومع ذلك ماذا كان أولى؟ هذا هو صنيع المصنف أولى. وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعساد، فالتعذيب بالذكر أجدى، يعني يكون التعذيب في القبر أكثر. وكذلك أكثر النصوص، أكثر نصوص وردة في عذاب القبر، نظرا إلى هذه الكثرة، كثرة وقوع العذاب في القبر، كذلك كثرة النصوص في إثبات عذاب القبر، اقتصر كعامة الكتب على عذاب القبر. لكن اعتبار سائر النصوص وذكر تنعيم أهل الطاعة كما صنعه المصنف النسفي رحمه الله تعالى هو الأفضل والأحسن. ثم: وسؤال منكر ونكير، وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال السيد أبو شجاع رحمه الله:
أن للصبيان سؤالا وكذا للأنبياء عند البعض أن سؤال منكر ونكير ثابت. إذا من هما من المنكر والنكير؟ هما ملكان. ماذا يفعلان؟ أين يسألان؟ يدخلان القبر فيسألان العبد عن العبد المقبور مدفون، يسألانه عما يسألانه عن ربه، يسألانه من ربك، عن دينه ما دينك، عن نبيه ما نبيك، هكذا يسأل النشياء. ثم هذا ظاهر المتن أن السؤال عام لجميع المؤمنين، سؤال منكر ونكير، حتى يكون السؤال للصبيان ويكون السؤال للأنبياء. نعم. فإذا هكذا قال بالتعميم بعض العلماء، مثلا السيد أبو شجاع قال أن إن للصبيان سؤالا، كذلك عند بعض العلماء يكون السؤال للأنبياء أيضا. فإذا ما فائدة هذا السؤال؟ فائدة السؤال يعني إظهار شرفهم. نعم. إظهار شرف الأنبياء، هم يجيبون، وكذلك الصبيان أيضا يجيبون. نعم. سؤال منكر ونكير قوله ذكر في كنز العباد، سؤال منكر ونكير إلى آخره في الروضة في الباب السادس والأربعين. فإن قيل ما تقول إذا مات رجل ولم يدفن أياما ثم يدفن، هل يسأل في البيت؟ فيقول فنقول اختلف المشايخ فيه، يعني عادة الميت يدفن بدون تأخير شنيع فاحش في اليوم أو في صباح اليوم الثاني هكذا، لكن في زماننا كثر ترك الجثث لطلاب باحثي علم الطب. فإذا هل يسأل هذا الميت الذي يترك بدون دفن هل يعذب؟ هذا سؤال. لم يدفن أياما ثم يدفن، هل يسأل في البيت؟ فيقول فنقول يختلف المشايخ فيه، قال بعضهم لا يسأل ما لم يدفن في القبر، يعني ثبت في الأحاديث السؤال في القبر، فإن لم يقبر يدفن ميت لا يسأل، هكذا قال بعض المشايخ. وبذلك نأخذ، ثم وقال بعضهم يسأل في البيت، يعني بيت يعني مثال في أي موضع كان، في البيت أو في المستشفى أو في يعني في الهواء أو في البحر، هكذا في ليلة يسعد الأرض حوله فيسير كالقبر. يسأل في البيت في الليل، يعني لا يسأل في النهار بل يسأل في الليل. فإذا كيف يكون القبر؟ يعني يسعد الأرض حوله حتى يسير كالقبر ثم يسأل في داخله، فإذا يكون هناك قبر، ثم قبر صناعي. ويسأل لأنه روي في الأخبار أنه يسأل الميت بعد الموت بلا فصل، وهو القول الأول. نعم. ثم هكذا يعني قولان، فور الموت يعني ينتظر وقت للدفن عادة، لو لم يدفن يسألانه المنكر ونكير يسألانه. نعم. ثم فرض آخر، ولو مات رجل في القرية فجعلوه في التابوت ليحملوه إلى بلد آخر، متى يسألوا؟ في القبر أم في التابوت؟ هكذا يقع كثيرا، رجل يموت في بلد ثم ينقل ميت إلى وطنه، لذلك يستغرق يعني أيام، فإذا يترك الميت في التابوت، متى يسألوا؟ قال الفقيه أبو جعفر البلخي يسأل في التابوت لأنه كالقبر، وقال أبو جعفر الأعمش لا يسأل ما لم يدفن لأن الآثار وردت في سؤال المنكر والنكير في القبر، وهكذا. ثم ثابت من كل هذه الأمور، كل من هذه الأمور. نعم. هذا سؤال ثابت كذلك
يعني هذا خبر مفرد مبتدا أكثر من واحد. عذاب القبر تنعيم أهل الطاعة سؤال منكر ونكير، هكذا ثلاثة من المبتدا. فإذا كيف يكون الخبر مفردا؟ هذا يكون بتأويل كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ثابت 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 بالدلائل السمعية، لأنها أمور ممكنة في نفسها، هذه أمور ممكنة ليس محال. أخبر بها الصادق، الصادق يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها على ما نتقط به النصوص. نعم. ثم هنا ذكر عصام الدين رحمه الله تفصيلا في هذا القول، قوله لأنها أمور ممكنة لا مستحيلة حتى يجب تأويل السمعيات الواردة فيها، أخبر الصادق بها. يعني لو كانت هذه الأمور مستحيلة يجب تأويل السمعيات الواردة فيها هذا الخبر، لكن هذه أمور ليست مستحيلة بل ممكنة، لذلك لا يحتاج إلى تأويل هذه النصوص، فلا تقبل النسخ. إذا لا نسخ في الأخبار، هذا خبر، فإذا لا يكون منسوخا بل يكون مؤولا فقط، هنا لا داعي للتأويل. ثم والمراد بالصادق إما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن القرآن أيضا يعلم من جهتي، وإما الله تعالى لأن كل ما يخبر به النبي وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. ثم ولا بد من قيد آخر، هنا ذكر كل هذه الأمور كل هذه أمور ممكنة أخبر بها الصادق، هكذا ذكر قيدا واحدا أخبر بها الصادق عليه الصلاة والسلام، لكن عصام الدين قال ينبغي خبر قيد واحد، ما هو؟ وبلا معارل. أخبر بها الصادق بلا معارل، لو كان هناك معارل فإذا يجب الجمع بين المتعارلين، هكذا. ولا يبعد أن يستفاد هذا القيد من قوله على ما نتقت به النصوص، لأن ما له معارل ليس نصا عند التحقيق. نعم، هذا هو صحيح. ثم قال الله تعالى ويذكر أمثلة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، هذا قول. ثم قول آخر، وقال الله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني ومن خطيئاتهم أغرقوا، هذا قوم فرعون أغرقوا في البحر الأحمر. ثم فأدخلوا نارا، فور ذلك أدخلوا نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال عليه السلام قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر، إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه السلام، هكذا يذكر أمثلة. فإذا هذه الآية الأولى كيف تدل على ثبوت عذاب القبر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ذكر وجه الدلالة عصام الدين رحمه الله. وجه دلالة الآية الأولى ما ذكره المواقف من أنه عطف عذاب يوم القيامة على عرض النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا ويوم تقوم الساعة، هذا أن عذاب يوم القيامة، هذا معطوف على ما؟ على النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهما متغايران، يعني عذاب يوم القيامة كذلك عرض النار متغايران، ولا شبهة في كون العرض قبل الإنشار من القبور، يعني قبل النشر قبل الحشر يكون هذا، لو كان قبل النشر ينبغي أن يكون في القبر، فإذا المقبورون يعرضون على ما؟ على النار غدوا وعشيا، وهذا عذاب عليم، يعرضون على النار، هذا عليم أي عليم. ثم أغرقوا فأدخلوا، كيف يدل هذا؟ وجه دلالة الآية الثانية أن الفاعل التعقيب فأدخلوا، هذا فاعل التعقيب من غير تراخ، وتوجيهه بأن
أزمنت الدنيا. نعم، لو كان هكذا أغرقوا، يعني هؤلاء قوم فرعون، فرعون هؤلاء أغرقوا أين؟ في البحر الأحمر، فأدخلوا نارا. بعد ذلك يعني هذا إدخالهم نارا أين؟ في القبر، لأن الفاعل التعقيب هكذا. ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا صريح. كذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا القول قال عليه السلام نزلت في عذاب القبر، إذا قيل له من ربك ما دينك ومن نبيك، ويقول ربي. لو ثبته الله سبحانه وتعالى يقول ربي، الله ديني الإسلام نبي محمد. لو لم يثبته فلا يجيب، فإذا هذا تعذيب وتنعيم. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أرزقان أزرقان عيناهما يقال لأحدهما منكر والآخر نكير إلى آخر الحديث. نعم، هذا أيضا هذا مما يثبت سؤال منكر ونكير، صريح هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هكذا فيه عذاب القبر تعذيب تنعيمه أيضا كلاهما، لكن شارحه لم يعتبر الترتيب، يعني ذكر المصنف عذاب القبر أولا ثم تنعيم القبر ثانيا ثم ثالثا سؤال منكر ونكير. هنا يعني الأدلة مختلطة بدون مراعاة الترتيب فلا بسنع. وبالجملة الأحاديث الواردة في هذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى. متواترة المعنى ماذا أراد يعني الشارح؟ أشار بقوله وبالجملة الأحاديث الواردة في هذا المعنى وفي كثير من أحوال القبر متواترة، متواترة المعنى، أشار بقوله إلى أن الثبوت بالأدلة السمعية حق، هذا ثابت بالأدلة السمعية وهو حق. وكون الأخبار أخبار الأحادي لا ينافي كونها دليلا مفيدا لليقين والقطع، يعني هنا شبهة. هذه أحاديث أخبار آحاد فقط، فكيف يفيد العلم بعذاب القبر وتنعيمه وسؤال منكر ونكير؟ كيف يفيد العلم وكيف يجب الاعتقاد به؟ لذلك أشار الشارع إلى أن هذه الأحاديث يعني مجموع الأحاديث في هذا المعنى متواترة المعنى فيفيد العلم. وإن لم يبلغ أحدها حد التواتر، والحال أنه لم يبلغ أحدها حد التواتر، لكن مجموع أحاديث واردة في هذا المعنى متواترة. ثم وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض، بعض من الروافض أيضا أنكر عذاب القبر، لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك فتعذيبه محال، هكذا استدل، لكن هذا جهالة منه. والجواب أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعض الأجزاء للميت نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم، هذا القدر يكفي، الله تعالى قادر. نعم، ثم وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه، هذا هو شبهته، الروح لا يعاد إلى بدنه إرجاعا كليا إلا عند النفخة الثانية، إلا عند النشر من القبر، البعث من القبر، قبل ذلك يكون يعني تعلق جزئي فقط، وبهذا التعلق الجزئي يستطيع أن يدرك عالم العذاب ويعني التنعم بتنعيم. نعم، لذة التنعيم، فإذا عندهم هذه الشبهة لا يرد الروح في هذه الأوقات فكيف يعذب. نعم، وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحرك ويلترب أو يرى أثر العذاب عليه، حتى إن الغريق في الماء أو الموكول في بطون الحيوانات أو المصلوب في الهواء يعذب وإن لم نطلع عليه، هذا مصلوب يعذب. وكذلك
الموكول في بطون الحيوانات يعني مات رجل ثم بعد ذلك أكل جثته حيوانات كثيرة كلب خنزير وكذلك يعني حيوانات أكل فإذا هذا الرجل في بطون هذه الحيوانات كذلك رجل غرق في الماء ومثلا أكله الأسماك فإذا يكون هذا الرجل في أجواف هذه الأسماك هل يعذب؟ نعم يعذب فهذا ليس بمحال لا نتلي على تعذيبه لو كان يعني في بطن الحيوانات أو مصلوبا في الهواء أو كان في القبر حقيقة أيضا لو كان مقبورا في القبر حقيقة هل نتلي على تعذيبه؟ لا نتلي فكذلك هنا أيضا لا نتلي فلا مشكلة ثم بعد ذلك ومن تأمل في عجائب ملكه تعالى وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم يستبعد أمثال ذلك فضلا عن الاستحالة هذا بعض المعتزلة والروافض جعلوا عذاب القبر وتنعيمه محالا لو وهذا لقصور تأملهم في قدرة الله تعالى هكذا عجاب يعني هم ما تأملوا حق التأمل في عجائب ملكه وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لذلك قالوا يعني لو تأمل حق التأمل لا يستبعد أيضا فضلا عن الاستحالة هذا ممكن في قدرة الله تعالى يعني هكذا يعني كثير من الحوادث لا نتلي عليها بل يعني يشعر به صاحبها مثلا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله نظيرا لهذا نظيرا لما لا نتلي عليه مع حدوث حوادث في حضرتنا ويشعر بها صاحبه مثلا نائم يرى حلما يرى في منامه مناما كأنه يضرب كأنه يقاتل أو كأنه يسور عليه يعني حيوان يسب عليه هكذا حيوان أو يعني يلدغه حية أو عقرب هكذا يرى ثم هو يخاف ويبكى وكذلك ممكن يقوم ثم يفر هكذا يقع كثير من الحوادث لكن مع ذلك الذي يقوم بجنبه لا يتلي على شيء من ذلك ثم هذا الرجل الذي رأى في المنام مخيفات ممكن يقع خلل في عقله بأجل هذا الخوف نعم يكون مختل العقل لأجل هذا الخوف هكذا يقع في كثير من الصبيان مع ذلك لا نتلي عليه فإذا لم يكن هناك شيء لا بل كان شيء لم نتلي عليه نعم وهذا بيان الإمام الغزالي رحمه الله لا يعنى به لا يراد به أن تعذيب القبر وتنعيمه مثل المنام بل هذا تنذير بين أمور حادثة تحدث لكن لا نتلي عليها هذا مجرد تنذير فقط وهناك عذاب القبر وتنعيمه حق حقيقة يعني الباقي فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.